عادي جدا، ما نعرفش كيفاش يراه الشارع الرياضي ولا كيفاش نفسره كونه 18 لاعب كانوا متواجدين في كاس العالم اليوم متواجدين في القائمه هذه. انا شخصيا نراه مكسب، سيكو ثم انويو ثم اوساتور، كل مدرب كل منتخب مهم جدا كونه في لي زوبجيكتيف نتاعو في تحديد القائمه ولا في العمل نتاعو باش يحط لوساتور تاع ليكيب. احنا اليوم عندنا بعض اللاعبين اللي هذه كاس العالم الثانية، عندنا بعض اللاعبين اللي عاملين 4 أو 5 مشاركات افريقيه في عمر صغير. وقت نشوف كيف ما حكيت لاعب كيما انيس بن سليمان، كيما محمد علي بن رمضان، كيما حنابع المجبري، لاعبين اللي في عمر تاع ما بين 20 و 22 سنه يكون عندهم مشاركه في كاس العالم، زوز كؤوس افريقيه، هذا لونويو. دونك هذا حسب اعتقادي انا اللي هو مكسب كبير كونه في كل قائمه وفي كل استراتيجيه نتاع سيكل جديد. احنا اليوم باش ننطلقوا في سيكل جديد، سيكل اللي يدوم 4 سنوات باش يكون لانجيكسيون تاع دي جون جوار. اليوم شفنا دو جون جوار اللي موجودين، يان فاليري بلوس شيما جبالي، كانوا نذكر اللي كانوا متواجدين معنا في ستاج نتاع سبتمبر اللي سبق كاس العالم، وين قمنا زوز مباريات مع الكومار ومع البرازيل. دونك لا استراتيجي نتاع ليكيب ناسيونال كونه ثم ان ويو تري لارج ليست الارجي، يقع تحديدها تقريب 50-60 لاعب. بعدين الليست هذه نلقاو ان ويو كيف ما حكيت هو نبنيو عليه، لون ويو سوليد لو ستاتور تاع ليكيب ناسيونال ما بين 16 حتى 20 لاعب. وثم اخر حاجه هي ليتا دو فورم دو مومون، وقت يكونوا ثم لاعبين متالقين في الفتره هذيك اخير باش نوجهوا لهم الدعوه. سي لونشينمون تاع البيرفورمانس تاع هيثم جويني كان تري بيرفورمون، كان ريغولي في الروندمون تاعو، كامرجي كان ينجم يكون هو نفس الشيء، اكواسير باش نعيطوا لثلاثه، كان جات تورنوا ثم اميكال والا ثم 4-5 مباريات كنا نجم نعيطوا الأكثر عدد من اللاعبين. اليوم عندنا زوز مباريات عيطنا الأربع مهاجمين في القطاع الهجومي جدد، ما نجموش نعيطوا أكثر، استحفظنا على زوز، غيرنا 4 لاعبين. دونك مش تكون الدعوة نتاعهم على الأقل ياخذوا وقت انتونجو ويشاركوا ونشوفوهم، ما نجموش نستدعوا أكثر من 4 لاعبين. ديما نرجع لكلمة ظلمت قاسية شوية، ظلم بلغة كرة، ثم دي شوا ديما يكونوا دي شوا سيفير. حمزة المثلوثي لاعب مهم جدا، شفنا حتى في المردود نتاعو حكيت عليه، هو حكيت على أسامة حدادي، سيف الخاوي الغياب نتاعو لأسباب صحية بحتة، دوسي ميديكال نتاع ديلان برون ماهيش نفس الإصابة، ماهيش إصابة عضلية، كانت كونتوزيون جوست ريحوه الماتش اللي فات، إن شاء الله رجع للتمارين وإحنا باتصال معاه. الطبيب نتاعنا مشكور والإطار الطبي قاعدين يتابعوا كابر كاف اللي جوار هذوما، كيما هيكل الشيخاوي، كيما عصام جبالي اللي تعرض للإصابة. دونك ثم دي جوار اللي كانوا بليسي، وخذينا برانسيب ان جوار بليسي سورتو كي يبدا دو ماتش كيف نخليوه يسوري تابلي في عقله، حتى اللي راجعين من إصابة اللي كانت طويلة شوية كيما ياسين الخنيسي، إصابة تقريب شهر ونص كانوا بعاد. اليوم هذه المجموعة اللي وقع الاختيار عليها، صحيح حمزة المثلوثي كيف ما حكيت لك، شو اسمه أسامة حدادي، حمزة شوا معني سيت ان شوا، ثم دو جوار زاد عندنا اليوم في الكونكورونس في البوست، ثم وجدي كشريده قاعد ينشان لا بيرفورمانس، نفس الشيء محمد دراجر، يان فاليري نجم يكون في المركز هكا، سيت ان شوا، وديما يبقى احترامنا لحمزه ويبقى ابن المنتخب. صار ان شوا استراتيجيك جو بريسيز باش ناخذوا 4 حراس، لكن في المقابلات كي يكون هكا مقابله ولا زوز مباريات ورا بعضهم كنا ناخذوا دائما القائمه فيها 3 حراس. اليوم نلقاو 3 حراس، ايمن دحمان، بشير بن سعيد، قاعدين يقدموا الكونفير من نيفو نتاعهم، سورتو بشير قاعد يلونشين لا بيرفورمانس تبارك الله عليه، ايمن دحمان دون لا كونتينيتي. يظهر لي معز بن شريفيه ماهوش جديد على المنتخب، هو ابن المنتخب، هو حارس اللي قدم مستوى كبير. النيفو دو لا كومبيتيسيون في الشامبيونز ليغ اللي يلعب فيه معز بن شريفيه مع الترجي الرياضي التونسي، اللي بالمناسبه نتمنى لهم حظ كبير ان شاء الله في المباراه القادمه، يقدم في مستوى كبير، كان ديسيزيف الى اوسي النيفو دو فورم نتاعو، طلع في بالي، رجع للمستوى اللي نعرفوه تاع معز بن شريفيه. يظهر لي عادي جدا باش يكون متواجد معنا، لكن هذا ما ينفيش زاد اللي معز احسن يبقى واحد هو والحراس الاخرين اللي موجودين في القائمه الموسعه تاع المنتخب وثقتنا فيهم كبيره. منتخب محترم، منتخب الليبي كل وين لعبنا ضده ونعرفوا الصعوبات اللي تسببها المنتخب التونسي، اهم شيء كونه جاوا في توقيت احنا ونيفو نتاع التون بارتيسيباسيون تاع لي جوار نتاعنا مهم، عندنا دي جوار كي سون كومبيتيتيف.
نحاولوا باش نكونوا تري بيرفورمان. ما زلنا ما ترشحناش للكان الجاي ان شاء الله، ساباس بار لي دو ماتش هذوما ان شاء الله نكونوا فيهم بيرفورمان، نعاولوا برشا على المباريات هذوما زوز مباريات باش نحققوا نتيجة إيجابية. نحترموا المنتخب الليبي ان شاء الله نكونوا تري كونسنتري ونكونوا سورتو لا موتيفاسيون تكون 100% باش نحققوا الهدف نتاعنا.